السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ كرام العالمي. وصفتنا لليوم هي عبارة على بسبوسة جالاكسي أو بسبوسة شوكولا، كتجي لذيذة بزاف ومعلكة من داخل، تستحق التجربة بمكونات جد بسيطة. كنتمنى تنال إرضاكم، واللي باقي ما زارش القناة ديالي كنتمنى يفعل الجرس ويضغط اللايك ليصل الجديد دائما. بقوا معايا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير لهذه البسبوسة، كنحتاج 3 حبات ديال البيض، غنحتاج واحد العلبه ديال، انا غنوريها لكم، هذه علبه القشده استعملتها، بها عبرت المواد كامله، ولكن بامكانكم تعبروا بكاس العنبه، هي فيها 155 غرام، ولكن اللي ما عنده شي القشده، هذه القشده هذه بامكانه يعبر كاس العنبه، يعني كاس السكر من العنبه. غنحتاج كاس ونص من السميد، انا كنستعمل السميده هذه نوع ميمونه، وغنحتاج نص كأس من الجوز الهند، وغنحتاج علبات القشدة، واللي ما كيتوفرش على هذا النوع من القشدة بإمكانه يستعمل كريمة الخفق السائلة اللي فيها 200 ملل، كيجينا كأس العنبة. أنا كنقول لكم الاختيار ديالي باش عبرت، ولكن نتوما اللي ما موفرش على ديك العلبة يعمل كأس العنبة. كنحتاج ربع كأس من الزيت، 1 معلقة صغيرة من الفاني ولا سكر فاني، 1 معلقة كبيرة من الكاكاو بودرة مر، 1 معلقة كبيرة من نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، و 1 معلقة كبيرة من خميرة أو بيكنج باودر. هادو هما المقادير اللي أنا قيستهم بهاد العلبة هادي ديال القشدة. وبالنسبة للتزيين، غنحتاج هنا الشيرة أو القطر، اللي دائما كنخلي لكم المقادير ديالو مضبوطة في صندوق الوصف، 2 الكيسان السكر في كأس من الماء، وملعقة من عصير الحامض. غنستعمل هنا شوكولات جالاكسي او لا شوكولات نيسلي اللي عندكم موفر، ماشي ضروري الماركه، للتزيين فقط. وغنحتاج تقريبا 1/5 معلقة من حليب نيسلي المحلى للتزيين، وغنحتاج الورد البلدي اللي غنزين به. هادو هما المقادير من هاد البسبوسه، نجوزو على بركه الله. طريقه التحضير، بالنسبه لطريقه التحضير، غنعمل هنايا 3 حبات البيض، غنزيد عليهم الفاني، وغنقوم بالتطريب ديالو بهذه الطريقه هذه. دابا غنضيف السكر، كما كتشوفوا هنا ايا بنتي كتساعدني غنحرك السكر مزيان بهذه الطريقه هذه مع البيضات. صراحة البسبوسة ألد ما يكون، جات رائعة روعة. غنضيف هنا الزيت، غنستمر في التحريك، غنضيف القشدة، علبة فئة 155 غرام، وكما ذكرت سابقا اللي ما كيتوفرش على هاد القشدة بإمكانه يعمل كأس من كريمة الخفق السائلة اللي معروفه في المغرب باسم هلالة. غنستمر في الخفق بالمكونات، غنضيف هنا الكاكاو، انا كنعمل المكونات وانا كنطرب باش كيندمجوا كاملين. غنضيف هنا قهوه سريعه الذوبان، وغنضيف السميد. طبعا غنخلي لكم مقادير مضبوطه في صندوق الوصف. غنضيف جوز الهند، الكوك او الكوكو، واخر حاجة غنضيف ملعقة من خميرة الحلويات بيكنج باودر او لا بيكربونات صوديوم. غنستمر بهذه الطريقة حتى كندمج العناصر كاملة مع بعضيتها. طريقة سهلة وبسيطة، وكتوجد بسرعة، وكتجي لذيذة. هذا هو القوام النهائي اللي حصلت عليه. دابا بما دهنت السينيه اللي عندها خلال الفرن بشويه الزبده ورشيتها بشتيتو السميده، غنخوي الخليط ديالي في السينيه بالفرن بحجم متوسط، وغندخل الفران على درجه الحراره 180 من تحت ومن فوق حتى كتنضج. ما كتاخذش معنا من 15 حتى 20 دقيقه، يعني ماشي بزاف، كتوجد بسرعه.
ودابا ملي خرجتها من الفرن كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. غنخليها وهي سخونه، غنقوم بالساق ديالها بالشيره او القطر. تقريبا غنحتاج لكوب او لكاس العنبه من الشيره او القطر، غنسقيها بهذه الطريقه هذه وهي سخونه. غنخليها تبرد، غنضيف عليها 4 معالق ديال الحليب نسلي المحلى كما وريتكم، وبشرت عليها شوكولاتة كالاكسي او نسلي او اي نوع عندكم. بهذا الشكل هذا غير بديك البشاره ديال البصله ولا اي ماكينه عندكم كتبشروا بها الشوكولات. وهذا هو القوام النهائي ديالها، كتجي معلكه من الداخل. انا قربتكم الصوره باش تشوفوها معلكه، وكتجي مفزقه ولذيذه، وفيها ديك النكهه ديال الكوك ونكهه الشوكولات. يا سلام، روعه روعه، تستحق التجربه. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.